مصر تسحب سفيرها من تركيا وتخفض تمثيلها الدبلوماسي هناك، وأنقرة ترد بالمثل. المتحدث العسكري ينفي اختراق الحدود الجنوبية لمصر. نجاة وزير المصالحة الوطنية السورية من محاولة اغتيال. أخبار المنتصف تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. قررت مصر تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من سفير إلى قائم بالأعمال، وطالبت السفير التركي بمغادرة البلاد باعتباره شخصا غير مرغوب فيه. تأتي هذه الإجراءات احتجاجا وتعبيرا عن غضب مصر من التدخل التركي بشؤونها الداخلية. وفي إجراء مماثل استدعت الخارجية التركية القائمة بالأعمال في السفارة المصرية بأنقرة وأبلغته بتخفيض التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى القائم بالأعمال، وأن السفير المصري بتركيا شخص غير مرغوب فيه. يخوض بروسيا دورتموند اليوم مباراة الكلاسيكو أمام ضيفه بايرن ميونخ في قمة منافسات المرحلة 13 من الدوري الألماني لكرة القدم، ويأتي اللقاء المرتقب وسط غيابات عديدة ومؤثرة للاعب الفريقين بسبب الإصابات، ويتصدر البايرن ترتيب الدوري ب 32 نقطة، فيما يأتي دورتموند في المركز الثاني برصيد 28 نقطة. بهذا الخبر مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه النشرة، جولة إخبارية جديدة تأتيكم في حصاد اليوم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.